طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإن فلا يصدن
يأخذه عدو
وألقيت عليك محبة إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد كذب
قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحر أريك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم
لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. فلأقطعن
قومه وما ضل
فقالوا هذا
ولقد قال لهم وَسِعَ كُلُّ
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا تتخافتون بينهم نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى جميعا
بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى آياتنا فنسيتها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة
فستعلمون من أصحاب